صباح الخير مشاهدينا من قناة سامراء الفضائية. أنا دكتور مصطفى حسين من عيادة طبيب وكلاء علاج الحالات الطبية الطارئة والعامة. حقيقة اليوم حبينا أن ننوه على فد موضوع بسيط، ألا وهو الزيارة الغير مدروسة حقيقة للصيدليات. كثير من المواطنين من يصير عندهم مشاكل في أي مشكلة معينة مثلا يلتجئ إلى أنه يروح للصيدلية حقيقة لأخذ العلاج. احنا طبعا مع فائق احترامنا وتقديرنا لزملائنا الصيادلة وهم معلوماتهم العلمية جيدة جدا، ولكن الصيدلاني ما راح يقدر يفحص المريض، ما راح يقدر يشيك الفعاليات الحيويه للمريض، ما راح يقدر يدقق المشاكل اللي يعاني منها المريض، بالاضافه الى انه الخبره العلميه والعمليه المكتسبه من خلال الطبيب تفرق بكثير عن الخبرات اللي يمتلكها الصيدلاني، فمما يؤدي في بعض الاحيان الى انه المريض راح ياخذ دواء مو صحيح ومو دقيق وممكن يسبب له مشاكل لأنه أخذ الدواء من مكان مو صحيح حقيقة. أما بالنسبة للشريحة الأخرى من المواطنين اللي يمرون على ممرض أو المضمد الموجود في المنطقة، طبعا إحنا الكادر الوسطي من الممرضين والمعاونين الطبيين في مختلف الاختصاصات الطبية احنا نكون لهم كامل الاحترام والتقدير، ولكن يعني ما راح يجي العلاج الصحيح، ونخشى عليه في بعض الأحيان انه ياخذ علاج يؤدي الى مشاكل مستقبلية قد لا تظهر آنيا ولكن تظهر مستقبليا، وبالتالي راح يؤدي ذلك الى ضعف في المناعة، الى خلخلة في هرمونات الجسم، الى مشاكل في الأعصاب، الى مشاكل في الدورة الدموية، الى مشاكل في الضغط والسكر. هذا الموضوع كله لازم احنا ناخذه بالحسبان ونحافظ على اهلنا ونحافظ على اقاربنا ونحاول نستشير الطبيب في أي مشكلة صحية نحس أنه تعرضنا إلها وممكن هذه المشكلة راح تتفاقم. فحقيقة احنا عندنا كثير من القطاعات الصحية المتوفر بها الأطباء، مثل المراكز الصحية، مثل المستشفيات، مثل العيادات الخاصة، مثل عيادات الطوارئ، مثل عيادتنا عيادة طبيب وكعيادة طوارئ. يقدر يجي المريض ويزور الطبيب ويتحدث وياه ويسأله، من ذلك المكان راح هو يأمن على نفسه وراح يكون علاجه صحيح إن شاء الله تعالى. وحقيقة احنا نتمنى لكم الصحة والسلامة والابتعاد عن أي أدوية تضركم، سواء كانت من قبل يعني شخص متخصص بالأدوية أو من قبل شخص متخصص بإعطاء الأدوية مثل الصيدلاني والممرض. وإن شاء الله يا ربي صحة وعافية لكم جميعا. دكتور مصطفى حسين، تحياتي.